هنتكلم دلوقتي على الهيليكال جيرز او التروس المايله، ودي استخدامها تقريبا زي استخدام السبير جيرز. فالهيليكال جيرز الاختلاف الاساسي بينها وبين السبير جير في ان الاسنان بتاعتها مايله على الاتجاه بتاع الاكس اوف روتيشن بتاع الترس، بعكس السبير جير بتبقى الاسنان بتاعتها موازيه للاكس اوف روتيشن. ونفس الاستخدام بين الاثنين ثابت، فهي بتعمل عمليه كونفيرت للسبيد بين عمودين متوازيين، ولكن الهيليكال جير ممكن ايضا تعمل السبيد كونفرشن دون بين عمودين مش متوازيين. احنا في الشغل حاليا دلوقتي بتاعنا هنتعرض للهيليكال جيرز اللي بتنقل السرعة او بتحول السرعة بين عمودين متوازيين. هنشوف الاول بعض ديفينيشنز للهيليكال جير. اللي قدامنا ده هيليكال جير، المستطيل الابيض ده بيوضح لي او الرسمه بتوضح لي مسقط للهيليكال جير، مع ملاحظه ان الخطوط الصفراء المايله دي اتجاه الاسنان. واول حاجه هنلاحظ ان في زاويه بين السنه وبين شافت اكسس، الزاويه دي بنسميها ابساي، ودي اسمها الهيليكس انجل، ودي الزاويه اللي بتميل بيها الاسنان على محور الدوران. المثلث ده مثلث القوى اللي بتتولد. نلاحظ ان القوى اللي بتتولد هي في قوة بتبقى عمودية على السنة اللي احنا بنسميها اف نورمال، اللي هي النورمال لود، وفي قوة تانية في اتجاه الثرست في الاتجاه الراديال اللي بنسميها ترانسميشن فورس، ودي القوة دي اللي هي الاف دي اللي هي الترانسميتد فورس دي، دي القوة اللي بتبروديوس التورك اللي بتعمل لي العزم بتاع الدوران اللي بينشأ من السنة. وفي قوة تالتة اللي اسمها الاند فورس اللي هي الاف اي، ودي قوة في اتجاه الاكس اوف روتيشن. احنا في الاناليسيس بتاعتنا عادة بنتعامل مع الترانسميتد فورس اللي هي القوة اللي هي العمودية على اتجاه الدوران. المسافة بين السنتين دي بنسميها البي سي، والمسافة اللي شفناها قدامنا دي هي بين السنتين في الاتجاه المايل وفي الاتجاه العدل الدايركت، في البي سي وفي البي ان سي. دي بنسميها البي سي بنسميها البيتش سيركل، والبي ان سي بنسميها النورمال بيتش سيركل او النورمال بيتش والسيركولار بيتش. بي سي سيركولار بيتش والبي ان سي النورمال سيركولار بيتش. هبص الاقي الاف اي دي هي اللي هي الاند فورس بتساوي العلاقه بينها وبين الاف اللي هي الترانسميتد فورس، يبقى انا دايما نعرف ان الاف اي هي الاند فورس، الاف ان اللي هي النورمال فورس، والاف اللي هي الترانسميتد فورس. الاف ان دي عموديه على السنه على اتجاه السنه، لكن الاف دي عموديه على محور اتجاه محور الدوران اللي هي في الاتجاه التنجنشال على السنه. يعني نتخيل السنه، نلاحظ دي القوه التنجنشال، القوه التنجنشال الماسيه، في حين الاف اي دي القوه اللي هي في الاتجاه الايه الطولي او الثرست. وبالتالي فالاند فورس بتساوي الاف في تنجنشال في تان ابساي. والاحظ ان لو الترس ده هو لو متركب على عمود، فهلاحظ ان هذا العمود هيبقى متاثر بقوتين اساسيتين في الكرسي بتاعه، بثرست فورس هي الاف اي اللي تساوي اف تان ابساي، وبقوه راديال اللي هي تماثل هنا هو او تساوي عند البيرنج اللي تقابل الاف اللي هي القوه اللي هي ترانسميتد فورس اف. يبقى في عندي ترانسميتد فورس اف والاف اي دول اللي بيظهروا على البيرنج، والقوه اف دي اللي هي اللي احنا بنسميها ترانسميتد فورس، دي اللي هي بتنقل لي التورك على العمود، وبي ده عرض السنه. ولاحظ حاجه، لاحظ ان هو ان في حاله السبير جير كان عرض الترس اللي هو الجير
سبيد ويتس بي ده كان يساوي طول السنه، اللينس بتاع السنه هنا طبعا اللينس هنا مختلف لانه اطول بما قيمه الزاويه ابساي زاويه الايه النيل، وكل ما زادت الزاويه كل ما طول السنه هيزيد. وبالتالي في اول حاله في عندي هيليكس انجل، وتاني حاله في عندي الترانسميتد فورس اللي هي اف، ودي دي اللي هي بنسميها التورك بروديوسنج فورس اللي هي القوه اللي بتنشئ لي التورك، ودي بتبقى عموديه على الجير اكسس اهو زي ما احنا كاتبين الجير اكس اللي هو اتجاه اللي هو الشافت اكسس يعني. والقوه الثالثه دي اللي هي الاند فورس اف اي اللي تساوي اف تان ابساي، ودي بتبقى موازيه للشافت اكسس. وعندي كمان حاجتين، في عندي النورمال فورس اف ان، ودي وهنا او النورمال لود او النورمال فورس دي عموديه على السنه، كلمه نورمال جايه من عموديه على السنه وليس عموديه على الترس، لا عموديه على السنه، لكن القوه التنجنشال اللي بتعمل لي التورك هي قوه اف. وفي عندي السيركمفرنشال سيركولار بيتش اللي هي البي سي اللي هي السيركولار بيتش، ودي في الاتجاه العمودي على اتجاه الجير اكسس او الشافت اكسس. وفي عندي النورمال سيركولار بيتش، ودي في الاتجاه العمودي على السنه، في الاتجاه العمودي على السنه. دي التعريفات الرئيسيه اللي احنا لازم ناخد بالنا منها. نراجع فين هذا الكلام، في عندي ثلاث قوى بتظهر، قوه عموديه على السنه اسمها الاف نورمال، قوه عموديه على الشافت اكسس او على الجير اكسس اللي بنسميها الاف اللي هي ترانسميتد فورس، ودي دي القوه اللي لو ضربتها في نص قطر الترس البيتش سيركل راديوس هيديني التورك. والقوه الثالثه اللي هي اف اي، ودي قوه ثراست، دي ودي القوه اللي لابد ان انا اعمل حسابها في حاله الهيليكال جير، ان كرسي من الكراسي اللي هيركب عليه العمود لازم يشيل هذه القوه. وفي عندي نوعين من البيتش سيركل، في سيركلر بيتش سيركل اللي هي البي سي، ودي في الاتجاه زي ما قلنا في الاتجاه العمودي على الشافت اكسس، وعندي النورمال بيتش سيركل، ودي في الاتجاه العمودي على اتجاه السنه. بي لها بسميها الفيس ويتس اللي هو عرض السنه، ولاحظ العرض السنه ده هو بيكون اقل من طول السنه لان السنه هتبقى اطول نتيجه زي ما احنا قلنا ان هي مايله بالزاويه ابساي سنه في الترس، يبقى عرض الترس هنا اقل من طول السنه، بينما في حاله السبير جير كان عرض السنه يساوي طول السنه. وعندي الموديول امبلين اوف روتيشن ام، وفي عندي اثنين يعني في عندي موديول في الاتجاه العمودي على الشافت اكسس ده اللي بنسميه ام، وفي النورمال موديول ده في الاتجاه العمودي على السنه ده بنسميه ام ان. وبالتالي اي بارامتر من البارامترز هنلاقي فيه منه نورمال وفي سيركولار، السيركولار ده بيبقى عمودي على الشافت اكسس والنورمال بيبقى عمودي على السنه، يعني في ام ده الموديول وفي ام ان ده النورمال موديول. النورمال موديول في الاتجاه العمودي على السنه، الموديول العادي في الاتجاه العمودي على الشافت اكسس. زي البيتش سيركل، في سيركولار بيتش في الاتجاه العمودي على الشافت، وفي النورمال سيركولار بيتش ده في الاتجاه العمودي على السنه. وبالتالي عندي النورمال بيتش سيركل بتساوي البيتش سيركل كوساين ابساي، والنورمال موديول بيساوي الموديول كوساين ابساي. وطبعا هنا عندي البي سي اللي هو البيتش سيركولار بيتش بتساوي الباي في الموديول، والبي ان سي اللي هو النورمال سيركولار بيتش بتساوي الباي في ام ان. دي معادلات ناخد ايه بالنا منها. في عندي كمان حاجه بسميها البريشر انجل فاي ان، يعني لو انا عندي ترس اهو، انا جايب حته من ترس اهو وهقطعه بمقطع اي اي، وده بنسميه ترانسفيرس سيكشن، هبص له في اتجاه السهم دون كده، يبقى انا قطعت الترس. نلاحظ ان المقطع ده عمودي على المحور اوف روتيشن بتاع الجير، وقطعت
وهبص له، هبص الاقي الشكل بتاعي يطلع لي كده، يعني ديسكشن هتقل هو الترانسفيرس سيكشن، هلاقي الزاويه دي بنسميها الزاويه فاي. نلاحظ ان هذا الاتجاه، هذا الاتجاه عمودي على الشافت اكسس، وعشان كده فاي دي اللي احنا بنسميها بريشر انجل. بنفس الطريقه لو قطعت في الاتجاه اللي هو النورمال على اتجاه السنه، وابص في الاتجاه دهون، انا النظر هنا هيبقى عمودي على المقطع بي بي، وهشيل طبعا الجزء التحتاني وابص، هشوف السنه بالشكل بتاعها دهون، وهلاقي ان الزاويه دهين اللي هي الزاويه بتاعت الفلانك مع الراسي هي دي بسميها الفاي ان، اللي احنا بنسميها الايه النورمال بريشر انجل. يبقى فاي بريشر انجل وابسايد هيليكس ايه انجل، في الترس هيليكس انجل واحده لكن ليه اتنين فاي، فاي سيركلر بريشر انجل، وفي فاي ان اللي هي النورمال بريشر انجل. دايما النورمال بريشر انجل بتبقى في اتجاه عمودي على السنه، في حين الفاي في الاتجاه العمودي على المحور بتاع الايه الاكس، المحور بتاع الايه الشافت. وبالتالي هلاقي من الهندسه بتاعت الشكل او بتاعت الترس، هلاقي ان التان فاي ان بيساوي تان فاي كوساين ابساي، تان فاي ان بتساوي تان فاي كوساين ابساي. وبالتالي العلاقه لما نلاحظ كمان العلاقه دي ومن العلاقات اللي شفناها قبل كده، ان دايما العلاقه بين السيركولار فاليو والنورمال فاليو. لما اقول سيركولار فاليو معناها بارامتر او سيركولار بارامتر، بارامتر في الاتجاه العمودي على الشافت، بينما النورمال فاليو في الاتجاه العمودي على اتجاه السنه اللي النسبه بينهم فاي. فهلاقي دايما ان النورمال بارامتر يساوي السيركولار بارامتر مضروبه في كوساين ايه فاي. وبالتالي المعادله اللي ظاهره قدامنا دي اللي هو النورمال بارامتر بيساوي السيركولار بارامتر في الكوساين ابساي، دي معادله ماشيه على كل، تمشي على السيركولار بيتش، تمشي على الموديول، تمشي على البريشر انجل وهكذا. دي المعادله دي دايما ايه ما ننساهاش اللي هي طالعه في قدامي حاليا. هنتكلم دلوقتي على معادلات تصميم السنه الهيليكال، وطبعا هي مبنيه على السترينث بتاع السنه. طبعا برضه هنستخدم فيها لويس ايكويشن زي اللي استخدمناها في السبير جير، ونفس البروسيدير او الطريقه اللي احنا اتبعناها في السبير جير اللي هنتبعها في الهيليكال جير، مع اختلاف شكل المعادلات نتيجه ان في عندي نورمال فاليوز وفي عندي سيركولار فاليوز، دي العلاقه بين كوساين ابساي اللي احنا شفناها قبل كده. وبالتالي لويس ايكويشن في شكلها العام هي اف ان بتساوي سيجما الاول مضروب في البي على كوساين ابساي في الباي في الواي في الام ان. الواي ده هو اللي هو الفورم فاكتور، وده عشان نجيبه بنجيبه من التيبل اللي احنا استخدمناها في السبير جير عادي اللي بدلاله عدد الاسنان. بس انهي عدد اسنان هنعرف دلوقتي. المعادله دي لو عوضنا فيها بقيمه بدل اف ان، ان اف بتساوي اف ان على كوساين اف ان كوساين ابساي، والموديول ام ان بتساوي ام كوساين ابساي، هنوصل للشكل بتاعها ان الاف بتاعتي بتساوي ام ان سيجما الاوبل في الباي في الواي في الباي سيجما ام ان في السيجما الاوبل في الباي في البي واي باي، اللي هي نفسها بتساوي ام تربيع ان سيجما الاوبل كي باي تربيع واي على كوساين ابساي اللي هي المكتوبه قدامنا. ودي المعادله دي بدلاله النورمال او مؤثره في النورمال بلين، يعني بدلاله الايه الام ان اللي هي النورمال موديول. والمعادله هتاخد الشكل اللي قدامنا دون لو اشتغلنا على ستاندرد سيركلر موديول اللي هي ام تربيع سيجما الاوبل كي واي تربيع واي كوساين ابساي. نفس المعادلتين دي بنفس الشكل مع اختلاف بس ان دي شغاله بالام ان ودي شغاله بالايه بالام. قيمه الكي هنا في المعادله دي اللي هي بي على بي سي، ودي دي اللي هي سيركلر بيتش اللي البي سي سيركلر بيتش، وبي ده اللي هو عرض الترس، فالفاكتور كده بيبقى اقل من او يساوي 6، اقل من او يساوي 6 ده احنا بنتكلم على التصميمات العاديه. وبالتالي احنا بنفرض 6 او اقل من كده، ممكن يبقى 6 5 4.
وام الموديول ان ذا بلين اوف روتيشن اللي هو على في السيركولار بلين يعني اللي هو الام الموديول وواي الفورم فاكتور بيزد اون ذا فيرتشوال نمبر اوف تيز. في حاجه اسمها عندنا فيرتشوال نمبر اوف تيز زد اف، لكن الواي هنجيبها من المعادله من التيبل اللي هي بتاعت السبير جيب. بس بدل ما كنا في السبير جيب بنحط بنجيب بنعرف الواي عند عدد السنان زد، هنا هنجيبها عند زد اف، حيث زد اف بتساوي زد على كوزين تكعيب ابساي. يبقى انا لو جبت زد اف اللي هي زد على كوزين تكعيب ابساي هعرف زد اف، قصاد الزد اف دي هقدر اجيب قيمه الواي اللي هحوط بيها في المعادله اللي ايه اللي فوق اللي ايه بتاعت لويس ايه ايكويشن. الالاوبل ستريس الالاوبل ستريس بيتجاب المعادله. طبعا احنا عارفين الالاوبل ستريس اساسا هو عباره عن الانديورنس ليميت مضروب في فاكتور، والفاكتور ده احنا بنعتبره سيفتي فاكتور لان نتيجه ال ان الترس عباره عن مجموعه من الاسنان، والاسنان دي التغير فيها بيعمل ستريس كونسنتريشن، وبالتالي فقيمه السيفتي فاكتور دوت اللي هو الفاكتور بين قوسين اللي هو 5.6 على 5.6 زائد جذر الفي، لاحظ ده بيتناسب مع ايه؟ مع السرعه. وعشان كده بالنسبه للهيليكال جيب بنستخدم معادله ان سيجما تساوي سيجما نوت في 5.6 على 5.10 زائد جذر الفي، حيث السيجما الاوبل دي اللي هي الانديورنس ليميت، ودي بتساوي تلت الالتيميت سترينث لو ما كانش موجود عندي، بحطها بايه؟ بالسيجما الالتيميت للماتيريال على مقسومه على 3، والفي ده اللي هي لينر ايه فيلوسيتي. طبعا لما بيجي اعمل انا تشيك على السترينس او اعمل تصميم على السترينس، انا عندي حاله من اتنين، اما ان البيتش دايمتر عندي البيتش دايمتر اللي هو الدي سي معلومه او غير معلومه. لو كانت معلومه هتبقى ليه سيكويشن هتاخد المعادله، ونلاحظ المعادله اللي هي 1 على ام تربيع واي دي شبه المعادله اللي كانت في السبير جير، ولكن مع الاختلاف بس الشكل بتاعها ايه؟ ان فيها دي كوساين فاي ما كانش فيها ايه كوساين فاي، بتساوي سيجما نوت في كي في باي تربيع كوسين ابساي في القوس بتاع 5.6 على 5.10 زائد جذر الفي. ولاحظ ان هذا القوس مضروب في سيجما نوت اللي هو في الاندورنس ليميت، هو ده اللي هو ايه السيجما الاول، واقول كي اللي هي بي اللي هو عرض الترس على البي سي اللي هو بيتش سيركل، واف دي اللي هي الفورس برودوسنج تورك اللي هي القوه اللي بتعمل لي التورك، وبالتالي فهي بتساوي التورك على بيتش راديوس زي ما مكتوب قدامنا. لو كانت السيركل بقى unknown، لو كانت unknown يعني غير معلومة اللي هو دي سي يعني اللي هو الدامتر عند بيتش سيركل او البيتش سيركل دامتر، فبنحط المعادلة سيجما لو بتساوي 2 ال ام تي على الكي واي باي تربيع ان كوساين بساي في ام تكعيب، حيث ال ام تي دون اللي هو التورك على الويكر جير، وان اللي هو الاكتوال نمبر اوف تيس اون ذا ويكر جير او اللي هو احنا ساعات بنسميه الزد، يعني هنا يمكن مكتوبه ان هي اللي هي ايه الزد. هنتكلم دلوقتي على في نقطه لازم ناخد بالنا منها، ان في حاله السبير جير كنا دايما بناخد في الاعتبار القوه التنجنشال بس، وبالتالي فنتيجه الترس بصرف النظر عن اي حاجه تانية على العمود، لكن القوه بتاعت الجيرنج او الميشنج فورس بتنشئ على الترس كانت بتعمل لي ريديال فورسز بتظهر لي على البيرنجز كواي بس، وعشان كده كان ممكن الكرسي بتاعي يبقى متثبت فلوتنج. لكن في حاله الهيليكال جير فانا عندي مركبتين من القوه التنجنشال دي واحده، والثانيه القوه الثراست اللي هي الاف اند دي، فالقوتين دول هيبقى ليهم رد فعل على رد فعل عند الكرسي، وبالتالي لازم ان هو الكرسي بتاعي يكون فيكسد. يعني ايه؟ يعني البيرنج بتاعي اللي هو ظاهر قدام على ايدي الشمال ده، وادي الكرسي، لما اجي اركب البيرنج ده على الكرسي ده على اساس ان هذا
الكرسي هو ده اللي هيشيل لي الرياكشنز الناتجه نتيجه البيرنج، لازم هذا الكرسي يتثبت من الانر والاوتر ريس. ازاي؟ زي ما هتشوف دلوقتي. يعني دلوقتي لو انا بصيت دلوقتي، هاجي دلوقتي احط هنا هو مثلا جلب هنا هو علشان امنع او اشيل تاثير الكيرفيتشر اللي موجود في تغيير المقطع من القطر الكبير للقطر الصغير على الشافت. وبعد كده اروح مدخل الايه البيرنج بتاعي، هيخش بالشكل ده. ولاحظ ان البيرنج لما جه نهايته من ناحيه اليمين كان بعد نهايه الايه الجزء من العمود اللي عليه القطر، اللي هو قطر يساوي القطر الداخلي بتاع البيرنج، عشان لما اربط بالورده وسموله زي ما هربط دلوقتي يقدر يحكم عليها. اهو كده هحط دلوقتي الوشر بتاعتي هتخش ووراها الايه النط او الصموله. كده يبقى انا ضمنت ان الانر ريس دلوقتي متثبته داخليا بالكامل. بالنسبه للتثبيت الخارجي، الكيسنج بتاعي مثلا لو كان هيبقى كده هو، فانا ما اقدرش اسيبه في هذه الحاله كده، لان هنا الكرسي بتاعي محكوم من ناحيه الشمال، الاوتر ريس بتاعت الكرسي محكومه من ناحيه الشمال بس عن طريق الكتف اللي موجود في الهاوزنج، اللي الكتف على الشمال اللي موجود في الهاوزنج ده من فوق ومن تحت. وبالتالي لازم اقفله عن طريق الكفر ده مثلا كده هو، بشرط اضمن ان الكرسي بتاعي دلوقتي الانر والاوتر ريس بتاعته متثبتين من الناحيتين. وطبعا هربط على الكفر مع الكيسنج بايه بمسمارين، ادي السنتر لاين ايه بتوعهم. ده التثبيت الضروري في حاله الكراسي اللي عليها بتاع الكراسي الاعمده اللي عليها هيليكال جير. طبعا كرسي بيبقى كده والكرسي بيبقى فلكتويتد، عشان الكرسي الفلكتويتد لازم يكون موجود عشان لو حصل اي زياده او اكستنشن في الاطوال نتيجه الديفورميشن او نتيجه الحراره يقدر الكرسي الفري ايه هو اللي يستوعبها. هنشوف امثله. مثال اولاني بير اوف هيليكال جير جيرز ار ترانسميت 15 كيلو وات، يعني جزء من التويس الهيليكال بيمرروا باور او بيقولوا باور 15 كيلو. تيس ار 20 درجه استيوب، يبقى ده نوع السنه. ان ذا نيوترال بلين اند هاف 45 درجه هيليكس انجل، الهيليكس انجل ابساي بتاعته ب 45. البنيون 80 مليمتر بيتش ديامتر، يبقى معنى كده ان انا هنا انا عارف الديامتر بتاع الايه الترس، يبقى هستخدم المعادله بتاعت لويس اللي فيها 1 على ام تربيع واي تساوي الجزء اللي على اليمين، المعادله اللي احنا شفناها قبل كده اللي هي المعادله الاولانيه، لان لويس ايكويشن بيبقى ليه معادلتين، معادله لما يكون الدي معروفه ومعادله لما يكون الدي مش معروفه. هنا الدي معروفه يبقى نستخدم الاولانيه اللي هي بيبقى الطرف الشمال بتاعها 1 على ام تربيع واي، بينما لو كانت الدي مش معروفه بيبقى الطرف الشمال بتاعها اللي هو السيجما الاول. البنيون 80 درجه 80 ملم بيتش ديامتر اند اوبريتس ات 10000 ار بي ام. الجير هاز 320 ملم بيتش ديامتر، ده الجير 320 ملم ديامتر. اف ذا جيرز ار ميد اوف كاست ايرن، لو كان الاثنين مصنوعين من الكاست ايرن والسيجما انديورنس بتاعته 100 ميجا نيوتن على متر تربيع، عايزين السيتابل موديول والفيس ويتس. فاول حاجه عشان نعمل السوليوشن بتاعنا هنشوف ان احنا دلوقتي الديامتر البيتش ديامتر بتاعي معروف، فانا هشتغل المعادله بتاعت 1 على ام واي تربيع تساوي سيجما انديورنس في الكي في الباي تربيع كوساين ابساي على اف في ال 5.6 زائد جذر الفيلوسيتي في. وهبتدي اطبق في المعادله دي، بس الاول ايه نشوف الفي، الفي بكام؟ 2 باي ان على 60، 2 باي ان على 60 تدين اوميجا في نص القطر ار. نص القطر ار هشتغل على البنيون، البنيون اللي هو الصغير اللي هو الكريتيكال بتاعي، فنص قطر بتاعه يبقى 40، وعندي الان ب 10000 هيديني السرعه 41.9 متر بير سكند. بعد كده هفترض دلوقتي انا في المعادله اللي فاتت افترض ان الكيب 6 والكوسين ابساي، انا عندي الابساي ب 45 درجه، يبقى الكوسين بتاعتها ب 0.707، وبالتالي هتبقى الاف بتاعتي كمان هقدر اجيبها من الباور والفيلوستي. الفيلوستي عندي والباور عندي 15 كيلو وات، يبقى 15 في 1000 15 يبقى 15000 واط على 41.9 متر بير سكند هيديني 358 نيوتن، دي قيمه الفورس اف اللي بتتنقل. وبالتالي هعوض في المعادله دي، فهيديني ان قيمه الواحد على ام تربيع واي ب 5.424 في 10 اس كام؟ اس 6.
طبعا البنيوم بتاعي هنا ويكر على اساس ان الترسيم من نفس الخامه، وبالتالي طالما الترسيم من نفس الخامه هيبقى نص قطر البنيوم هو الصغير، معناها الفرص اللي عليها تبقى هي كبيره لان التورك ثابت الاثنين بين الاثنين. هفترض في الاول مثلا ان الفورم فاكتور واي ب 15%، والفورم واي بتاعتي 15% هطبق في المعدل اللي فوق هيديني ان المديول بتاعي ب 1.11%. هاخد رقم لي ستاندر وليكن 1.25% وابتدي عكسي اشتغل. فانا لو انا عندي المديول دلوقتي بتاعي بقى 1.25% ده ستاندر فاليو، هيبقى عدد الاسنان 80 على المديول هيديني 64 سنه. هيبقى الزد اف بتاعتي الزد على كوزين تكعيب ابساي، كوزين تكعيب ابساي هي 0.707 تكعيب، والزد ب 64 هتديني 181 سنه. ابتدي قصاد ال 181 سنه دي اشوف في التيبل اللي احنا شفناها قبل كده بتاعه الفورم فاكتور، هشوف الفورم فاكتور الحقيقه يطلع لي ايه 0.166 عند ال 20 درجه بريشر انجل. وبالتالي بعد كده هعوض في المعادله دي، هيبقى الواحد ام تربيع واي هيساوي اعوض بقيم بقى الايه الموديول الصحيحه والواي فاكتور الصحيح هيطلع عليه 3.855 في 10 اس ايه اس 6. وبعد كده وبالتالي ذيس فاليو هتبقى ساتيسفاينج، لان لو السيس بتاعي 5.424 في 10 اس 6. واجيب دلوقتي بعد كده ايه ممكن اجيب البي وكل حاجه، ونخش على المثال الثاني. المثال الثاني بير اوف هيلكا جيرز ويز 23 هيلكس انجل، يبقى الابساي بتاعتي ب 23 درجه بين ال 2.5 كيلو وات عند سرعه 10000 ار بي ام، ونسبه الفيلوستي ريشيو بتاعتها 4:1. الاثنين من الهاردند ستيل الترس والهويل والبنيون، ومديني الاندورانس ليمت بتاعته اللي هي 100 نيوتن ميجا نيوتن على المتر تربيع، ونوع الترس 20 درجه ستيوب، اند البنيون عدد الاسنان بتاعته المينيمم بتاعته طول 24. طبعا معنى كده ان عدد السنان عارفها، يبقى اذا انا عارف عدد السنان ممكن اعرفها بتاعت الترس وبتاعت البنيون، لان النسبه بتاعت الفيلوستي 1:4. وبعدين عايز الايه الديامتر اوف ايتش جير، معنى عايز الديامتر معناه ان انا عايز اجيب الموديول بتاع هذا الترس. الحل بتاعي التشيك بتاع السنس بتاعي انا هنا هو الديامتر عايز اجيبه، يبقى مش يبقى غير معلوم، يبقى هستخدم المعادله بتاعت لوس ايكويشن اللي فيها الطرف الشمال فيه السيجما الاوبل، وطبعا هستخدمها على البنيون، البنيون هو الويكر لان القطر بتاعه هو الايه ايه الاصغر. وهتدي المعادله هي سيجما الاوبل يساوي 2 ال ام تي على كي واي باي تربيع ان اللي هي زد يعني كوساين ابساي ام تكعيب، حيث الام تي انا هجيبها من الباور على الانجلر، الام تي اجيبها الباور على الفيلوستي مش الانجلر فيلوستي، لا على الفيلوستي، على الفلوستي اللي هي على الفي، والكي مكتوبه هنا غلط معلش، هيبقى الام تي اسف لا الباور على الانجلر فلوستي صح، لان اوميجا تي بتدي الباور صح، اوميجا الانجلر فلوستي هيبقى الام تي بتساوي الباور بتاعت اللي هي 5 اللي هي 2.5 كيلو وات كانت، يبقى 5500 على 2 باي في 10000 اللي هي الان دي الار بي ام يعني على 60، هتديني 2.39% نيوتن متر. هفترض انا دلوقتي هفترض المعادله دي الفوقانيه اللي هي الزرار الاصفر، هفترض الكي بتاعتها ب 6، الابساي بتاعتها طبعا احنا عندي 23، يبقى انا عارف معنى كده انا عارف كوساين ابساي بتاعتي بكام. عدد السنان ان ده هيبقى ب 24 او يعني زد ب 24 هي في المعادله اسمها ان، والام تي انا جبت قيمتها معناها المعادله ما فيهاش غير الام بس هي ايه اللي مجهوله. الواي عشان اجيبها انا ممكن اجيبها من الزد اف، والزد اف عباره عن الزد مقسومه على كوساين تكعيب ابساي اللي احنا بنسميها الفيرتشوال نمبر اوف تيس اللي الزد اف ديت، فهجيب ال 24 اقسمها على كوساين تكعيب ابساي هتديني 31 سنه، ومنها من التيبلز اللي مستخدمه للسبير جير هجيب الواي فورم فاكتور 0.139. معنى كده لما اعوض هذه المعادله هتديني المقدار اللي قدامنا اللي هو 0.0263 على ام تكعيب. انا هفترض ان السرعه بتاعتي تساوي 2 متر بالسكند، لو افترضتها كده هون هيبقى السيجما اللوبل بتاعتي بكام؟
بسيجما انديورانس في 5.6 × 10^5 زائد جذر في. هطبق انا عندي سيجما انديورانس ب 100 وعندي الفي ب 2، هقعد في المعادله هيديني قيمه اللي هي 65 ميجا نيوتن على المتر ايه تربيع. طالما انا جبتها يبقى معنى كده ايه، انا في الحاله دي جبت ايه قيمه السيجما اللوبل مره اللي هي 65 نيوتن في المعادله الاخيره دهيا، ومرة قبل كده كنت جايبها اللي هي تساوي 0.0263 على ام تكعيب، هساوي الاثنين ببعض هطلع منها ام ب 0.739 ملم. طبعا اختار قيمه للموديول من الحاجات الاستاندر اللي هي اللي بعد 7/10 تطلع على طول واحد ايه ملم. طالما انا عرفت الموديول بواحد ملم انا ممكن اجيب دلوقتي ايه الديامتر بتاع البينيون اللي هو البيتش سيركل ديامتر بتاع البينيون، هيبقى الام في زد بي هيبقى 1/24. طبعا ممكن اجيب الديامتر بتاع الويل هيبقى الموديول في الزد ويل هيبقى ام في ال 24/4، والفلوستي بتاعتي الفلوستي بتاعتي هتبقى معروفه عندي ب 12.757 متر بير سكند. وبالتالي من السرعه اللي انا عرفتها ديت اللي هي 12.757 متر بير سكند ديت هقدر اجيب منها السيجما اللوبل الجديده اللي هي الحقيقيه بقى طبقا للفي المظبوطه اللي هي تساوي الاندورنس ليميت في 5.6 × 10^5 زائد جذر في، هتطلع 61.2 وهجيب السيجما انديوست اللي هي المتواجده عليا اللي هي 0.0263 على ام كيوب تطلع ب 26.3 ميجا نيوتن على المتر تربيع. معنى كده ان الديزاين بتاعي سيف. عايز اجيب عرض الترس بقى، انا عندي الكي فاليو بقى اللي انا كنت مستخدمها قبل كده هتتغير بالنسبه بتاعه الاسترنسز اللي عندي اللي هي 26.3 على 61.2 يعني بنسبه 2 هتبقى 6 في 26.3 على 61.2 اللي هي النسبه بين السيجما اللوبلز اللي ايه الحقيقه اللي عندي ديا. فمعنى كده هو هتبقى الكي ب 2.58 وانا عندي ان الكي بتساوي البي على البي سي، معنى كده ان الكي بتساوي 2.58 تساوي البي على البي سي، والبي سي اللي هي الباي في الموديول، معنى كده ان البي اللي هو عرض الترس بيساوي الكي في الباي في الام اللي هي 2.58 في الباي في 1 هيديني 10.8 ملم. كده هنا المثال الثاني.